الجن هو مخلوق بيسكن الكوكب ده، أو بتعبير أدق إحنا اللي سكننا الكوكب ده معاه. هو كان موجود وساكن هنا قبل ما إحنا نكون موجودين، وإحنا موجودين هنا لغرض عبادة الله سبحانه وتعالى، وإننا نطيع الفرائض اللي ربنا فرضها علينا. الكلمتين الصغيرين دول لازم تعرفهم قبل ما أكمل ملف النهاردة. ملف النهاردة غريب شوية، وهو بيتكلم عن لقاء، لكن مش لقاء مع إنسان، لقاء مع جني. هو جني مسلم أصله من الهند، من بومبي. كان كافرا ثم أعزه الله عز وجل بالإسلام وهداه إلى الإيمان. جني مسلم بيبلغ من العمر 180 سنة. إسلام الجني ده كان حاجة زي الفتح، لأن أسلم معاه ناس كتير أو جن كتير جدا، عشرات الآلاف من الجن، وهم حرسوا الخاصين وحاشاته لأنه أمير كبير وذو صيت وهيبة كبيرة. أول حاجة أتكلم فيها هي أقدم لغات العالم. فبيقول له إن اللغة العربية هي أقدم لغات العالم، وهي أم اللغات وأولها، ومنها تفرعت باقي اللغات. وبيأكد المؤلف أو صاحب الحكاية على وجود الجن المسلم والجن الكافر، مستندا على قوله تعالى من سورة الجن من الآية 13 للآية 15. وبيحدد المادة اللي خلق منها الجن أو اللي اتخلق منها الجن، وهي النار. وترد على سؤال كتير جدا مننا احنا كبشر بنسأله أو بنفكر فيه، وهو ان ازاي ممكن للجن أو الشياطين انهم يتعذبوا بالنار وهم مصنوعين منها. فبيقول ان ده موضوع إيماني بالدرجة الأولى، ربنا قادر على كل شيء. وبيقول ان الجن لو أسلم وآمن بالله وحسن عمله مش بينتفع بنعيم الجنة وملذاتها في النهاية زي البشر، وملهوش ثواب بيوم القيامة، لكن الشيء اللي هو بياخده هو النجاة من النار. وبيؤكد على ثواب الجن ومكافئته لإيمانه، وهو مستشهد بقول الله عز وجل إن في حور عين بالآية 56 من سورة الرحمن. وبيؤكد على رأيه من الآيات 130 ل 132 من سورة الأنعام. وبيستعين بتفسير القرطبي ليؤكد ان الجن يمكن ان يضاجع زي الانسان في الجنة بالظبط. بعد كده بيسأل المؤلف صاحبه الجني المسلم عن اشكال الجن وهيئاته، فبيقول له اشكالنا كتيرة جدا، ولكن اشكالنا قريبة بشكل كبير برضو للانس، فيما عدا بعض الفروقات البسيطة في حجم الراس والعينين، وان في من الجن عيونهم تشبه لحد كبير عيون الصينيين او اليابانيين، أما الودان بتشبه ودان الخيل والقطط. الجني ليه هيكل عظمي وقلب وأجهزة تنفسية وهضمية وتناسلية، ولدى الجني الاشتهاء والانتصاب والقدرة على الجماع وقذف المني. وللأنثى الجنية غشاء بكارة بيفض عند الزواج، لكن البول بتاع الجني مختلف لأن هو مش سائل، وأخف كثافة بكتير جدا من البول بتاع الإنسان. عشان كده الإنسان المسلم اللي مش بيذكر ربنا لما يجي ينام أو بيكون عنده نية لأداء فرض ربنا أو الصلاة مش بيحس بالبول بتاع الشيطان لما بيتبول في ودانه. بيسأل بعد كده المؤلف صديقه الجني لو كان للجني الكافر قرون، فبيستغرب صديقه الجني معرفة الكاتب بالمعلومات دي بعد ما يأكد له عنها. أما بالنسبة لللبس، فالجن بيقول له إن الجني المسلم بيلبس نعلين، لكن الكافر بيلبس نعل واحد في قدمه الشمال، وده بيأكد قول النبي لما بيقول لا يمشي أحدكم في نعل واحدة فإن الشيطان يمشي في نعل واحدة. أما بالنسبة للنساء، فالجنية المسلمة محتشمة ومنتقبة أو محجبة، لكنني أؤيد النقاب. وبالنسبة للأكل والشرب، فإن الجن المسلم بيأكل وبيشرب بيمينه، بينما الجن الكافر بيأكل وبيشرب بشماله، وده برضو بيأكد كلام أو صحة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وعن كيفية تمكن الإنسي من الجني، بيقول الكاتب بعد استشارة الجن المسلم إن أكتر حاجة بتخوف الشيطان أو الجن الكافر إن الإنسان يقسم عليه بأسماء الله العظمى، فبيتحبس الجني على صورته وبيتمكن منه الإنسان، أو ممكن يربطه عشان الناس يشوفوه أو يلعب بيه الأطفال. وتذكر بعد كده قول سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وذكر كمان في مسند أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح وهو خلفه، فقرأ فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال لو رأيتموني وإبليس
فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعي هاتين. الإبهام والتي تليها: ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. خلينا نتكلم دلوقتي بشكل مفصل أكتر عن حياة الجن. الجن عددهم كتير جدا وكثيف لدرجة تفوق التفكير البشري أو إن ممكن إنسان يتخيل. يعني لو عدد الإنسان في الأرض هو 5 مليار، فإن عدد سكان الجن بيفوق العدد ده بمليارات مملية. ومن النادر جدا إن ممكن يكون في مكان في الأرض دي كلها يكون غير معمور بالجن، برا وبحرا وجوا. الجن أجناس وأصناف وألوان وأمم، وعالمهم زي العالم بتاعنا بالظبط، دول وملوك وقبائل وشعوب وأمراء وملوك ورعية. أديانهم كأديان بني البشر، فيهم المسلم بحمد الله وفضله وهدايته وتوفيقه، وفيهم المسيحي واليهودي المغضوب عليه، وفيهم الهندوسي والبوذي والوثني، وفيهم الملحد. ومن أعجب العجائب كمان إن الجن الملحد ده كان بيحضر دراسات في الفكر الشيوعي وبيجادل وبيدافع عن نفسه، وأغلبهم والعياذ بالله مسخ قبيح أو كلاب. والإبليس مملكة ضخمة ووزراء وحكومة وإدارات كبيرة، وله أي إبليس 5 مندوبين كبار ما زالوا أحياء لحد يومنا ده. الجن معمر وأغلبهم بيعيش آلاف السنين، وهم بيتلصصوا على أخبار السماء وبيسترقوا السمع. وجدي الكبير اللي هو جد الجن اللي بيتكلم بيقول كان بيسترق السمع فتبعه شهاب ثاقب أهلكه، وربنا ذكر الكلام ده في سورة الحجر من الآية 16 للآية 19. بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. صدق الله العظيم. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تتحدث في العنان، والعنان هو الغمام، بالأمر يكون في الأرض، فتسمع الشياطين فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة، فيزيدون معها 100 كذبة. ومن الجن من يقيم إقامة دائمة في البيوت بتاعتنا، ومنهم من يأوى إلى الحمامات أو يعيش في الحمامات وبلعات المجاري، وهم في النهاية عالم قائم بذاته ليهم بيوتهم ومدنهم وزراعتهم وتاريخهم وعقائدهم وأحزابهم وشعوبهم وملوكهم. ومع ذلك إياكم أنكم تسيبوا أوضة من أوض البيت خالية من الحركة، ولو فرشت غرفة نوم وسبتها خالية من غير ما تذكر اسم الله فيها فإن الشيطان بينام على الفراش. وده ما كانش كلامي، ده كان كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. ولذلك فكما أوصى محمد صلى الله عليه وسلم، إن روي عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحد من فراشه ثم رجع إليه فلينفضوا بصنفه إزارة 3 مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. ويتابع الجن المسلم بيقول في جيوش لإبليس منتشرة في كل مكان، وهم المتسكعون، وهم اللي بيزينوا النساء في عيون الناظرين علشان الإثم يزداد. ومن الشياطين دي المختص بالنصف الأسفل من المرأة، وبيزين المنطقة دي لكل الناظرين، وهو ده الصنف من الشياطين اللي بيعمل ليل نهار بلا كلل أو ملل ولا يستريح إلا قليلا. سأل الكاتب الجن اللي معاه وقال له: طيب أنا عايز أعرف دلوقتي هو فين مكان إبليس؟ إبليس موجود فين بالتحديد؟ اتكلم الجن وقال له: إن عرش إبليس على البحر، كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي أورده مسلم في صحيحه: إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة، وهو عند برزخ الماء، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن من الآية 19 للآية 20: بسم الله الرحمن الرحيم: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. صدق الله العظيم. فهو بيقع في منطقة مثلث برمودا، وجند إبليس وراء حوادث اختفاء الطائرات والسفن، خاصة وأن من يقودها ليسوا مسلمين، فلا حصانة معهم ضد الشياطين. ليلة العرس عند الجن زي الإنس بالظبط،
بيخلو الرجل بالأنثى الجن، وبيفض بكارتها اللي خلقها ربنا دلالة على عذريتها، والشرف عند الجن له أهمية عظمى بتزيد قدرا عن عالم الإنس كمان، وحجم معاناة الجنية الحامل بيفوق حجم معاناة الإنسية الحامل، لأن مدة حمل الجنية 15 شهر، والبطن الواحد للجنية بيتراوح عدد الأولاد فيه من 7 لـ9، وأحيانا بتضع الجنية 12 ولد بينهم ذكور وإناث، وبترضع أولادها زي ما بيفعل الإناث بالظبط، مع فارق إن مدة الرضاعة لطفل الجن بتستغرق عمر إنسان من الإنس. بعد ذلك بيكبر الطفل وبيتعلم ويدخل المدارس والجامعات، لكن بوسائل أرقى، معلومات مختلفة، وفي كمان اللي بيتعلم الطب والهندسة والأداب والصحافة. أما فيما يتعلق في مجامعة الجني للإنسية، فهو الجني بيأكد على الكلام ده، وكمان بيأكد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد وحذر إن كل مسلم لازم يستتر من الجن عند الجماع، لأن ممكن الجن لما يشوف الراجل بيجامع مراته يجامعها معاه. وحبذا أن يقول كما أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم إن إحنا قبل ما نبدأ الجماع نقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وإلا ممكن لأي شيطان أو جني فاسد إنه يحضر في الموقف ده ويشارك الراجل في جماع زوجته، بل ويقذف منيه مع مني الرجل فيفسده. وفي من النساء من تبتعد عن ذكر الله فيتلبس فيها جني ويجامعها. طيب خلينا نتكلم عن أنواع الجن. الجن ليهم 3 أنواع زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، الجن على 3، فثلث لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وثلث حيات وكلاب، وثلث يحلون ويضعنون. والكلاب في مجموعها نوع من الجن، إلا أن الأسود منهم عنده نقطتين بيضاويتين فوق عينيه، ده بيكون شيطان مجرم حلال قتله، لو شفته ما تسيبهوش اقتله. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. وبالنسبة للحيات، ففي حيات كتيرة أصلها جن، وحيات كتيرة ما هي إلا جن متشكل في هيئتها، إلا نوعين لا يستطيع الجن أن يتصور في صورتهما، لهذا لا تتردد في قتل هذين النوعين. أما ما عدا ذلك فانذره أو حذره 3 مرات قبل ما تقتله، لو هرب ولا كان بها، ما عملش كده يبقى تسمي الله عليه واستعين بالله وحاول تقتله. والرسول أخبرنا صلى الله عليه وسلم بالنوعين دول، هما الأبتر وذو الطفيتين الطفيتين. وروى البخاري عن ابن عمر أنه سمع النبي بيخطب على المنبر وبيقول اقتلوا الحيات، اقتلوا ذو الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل. وفي البخاري أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات جميعها، ثم نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. طيب اتسأل الجني، طيب وبالنسبة للقطط؟ فقال الجني المسلم القط الأسود غالبا بيكون شيطان، أما غيره فيمكن للجن التشكل في صورته عادي، خصوصا إناث الجن، فهما اللي بيحبوا التشكل في صور القطط الزاهية أو الملونة أو البيضاء. بيسأل بعد كده المؤلف صديقه الجني المسلم لو كان عند الجن قوانين ومحاكم وقضاء، فبيقول له أيوة عندنا، وإن الجن المسلم بيطبق الإسلام بحذافيره خيرا من البشر أكتر من البشر، والجن غير المسلم الاتنين بيطبقوا القوانين حتى لو هو مش على نفس الدين أو حتى لو هو مش مسلم، ويتعهد لصديقه المؤلف أن يقاتل إلى جانب مسلمي فلسطين. والكلام ده بياخد المؤلف انه يتكلم عن حاجة مهمة جدا كلنا بنتكلم عنها كتير وبنذكرها كتير، وهي القرين. ويذكر عن عبد الله ابن مسعود انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن، قال واياك يا رسول الله، قال واياي الا ان الله اعانني عليه فاسلم، فلا يأمرني الا بالخير. وبيسأل المؤلف كمان الجن المسلم لو كان قرين النبي صلى الله عليه وسلم لسه عايش، فبقال له ايوه عايش ومسكنه بالبقيع، وله مجالس علم يعلم فيها الجن المسلم أحكام الله تعالى، وبيفسر لهم القرآن وبيشرح لهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كله. وأغلب من يسلم من الجن إن لم يكن كلهم يعني بيذهبوا للتعلم على أيديه، ولو ترى الزحام الهائل حواليه هتسجد لله مسبحا على عظمته وملكه.
السحر والسحرة والتلبس من الجن بالبشر. بيقول المؤلف: سألت صديقي الجن المسلم عن حقيقة ساحر أمريكي مشهور كان بيطلع في برامج تلفزيونية وكان بيرتفع في الهواء ويطلع من مكان بيتدمر وهو سليم متعافي، أو بيضع بنت في صندوق وبيشك الصندوق ده عشرات السيوف فيقطع البنت دي تقطيع من غير ما تتأثر. فاتكلم وقال الجني: الراجل ده معروف في عالم الجن، ولما بيترفع في الهواء فإن آلافا مؤلفة من الجن تحمله وتحميه من الدمار، والفتاة التي يقطعها في الصندوق هي جنية متشكلة تختفي ثم تعود دون أن تتأثر، ولكن ثق إن مثل هذا السحر لا يموت بخير مطلقا، ولو مد الله في أعمارنا هتشوف نهاية ليه غامضة أكيد. السحر ليه أنواع عديدة، أشهرها أسحار الكراهية، إصابة محل بالكساد، وقف حال فتاة عن الزواج، وهناك أيضا السحر المصحوب بتخسير جني لإصابة إنسان بمرض في عضو من أعضائه كشلل اليد أو تعب الكلى أو الكبد، وإصابتها من بعد بأمراض السرطانية. لكن أخطر أنواع السحر هو ربط الزوج عن زوجته، وعلاج هذا النوع من السحر يكون كالآتي: احضر 7 ورقات من السدر الأخضر ودقها أو اطحنها بالخلاط، وبيوضع طحين ورق السدر في إناء مملوء بمية بيكفي للشرب أو الاغتسال. بتحط كفك اليمين وشفايفك في إناء المية بحيث يكون نفسك وبعض ريقك فيه، وتقرأ آيات وسور من القرآن الكريم. بيشرب المريض بالسحر أو بالعمل اللي بيأذيه المية دي وبيغتسل منها، وبيكرر الموضوع ده لمدة 7 أيام، وإن شاء الله بعدها مش هيكون فيه أي أثر للسحر. أما بالنسبة لأسباب تلبس الجن بالبشر أو تسليطهم عليه فهي كتير جدا. أهمها هو عشق الجني لامرأة عجبته وجهها، ولهذا فإن المرأة المنتقبة وبسر لا نعلمه بيستر الله وجهها عن عين الجني رغم حدة البصر التي يتمتع بها، وبالتالي لا يستطيع عشقها والنفاذ إلى رحمها أو مجامعتها. أما بالنسبة لإهلاك الجني أو طرده فلازم اللي بيقدم على حاجة زي كده أنه يكون أول وأهم حاجة أنه يكون واثق جدا بالله، بيتوضأ، بيرفع من مكان العلاج الصور والتماثيل الموجودة أو أي لوحة موجودة، ولو كانت المريضة امرأة فلازم يأمرها بالوضوء والاحتشام التام قدامه، وبيضع فوق رأسها مصحفا نازلا على عينها عشان ما يخرجش الجن منها، وفي الحالة دي الست أو المرأة مش هتعرف تشوف. لازم يحط مصحف فوق منطقة السرة والعورة، ويأمر واحد من الصالحين أن يمسك بأطراف قدميها، فلو كان بيلبسها أكتر من جني أو كان الجني ممن يدعون الإسلام وهو جني صوفي وده أخطر أنواع الجن وأشرسها بالمناسبة، بيضع إيده اليمين على رأس المريضة وبيقرأ في أذنها اليمين آيات وصور من القرآن الكريم، ثم بعد كده بيحدد للجني المكان اللي هيخرج منه بعد أن يأخذ عليه العهد بالتوبة عن هذا الظلم. أنا ما شفتهوش على هيئته الحقيقية وأنا قاعد بتكلم معاه، لأنه كان متجسد في شكل إحدى البشر لظروف خاصة، وبمعنى آخر ما كانش متجسد بشكل، هو كان جوه جسم واحد من البشر لظروف خاصة علشان يحمي الشخص ده من مجموعة شياطين. الجسد اللي كان قدامي بيتكلم معايا كان جسد إنسان، لكن الصوت كان صوت الجني المسلم مصطفى اللي كان مدرك تماما بأن تلبسه للإنسان ده شيء غير شرعي، ولكن الضرورات تبيح المحظورات، وهي قاعدة إسلامية بتسري على الجن زي ما بتسري علينا كالبشر. كلمته وقلت له: هو شكل الجن عامل ازاي وممكن نشوف الجن؟ ولو ممكن نشوفه يبقى ازاي ده؟ اتكلم وقال لي: اللي مش بيدركوا كتير من الانس ان الجن نفسهم بيتضايقوا جدا 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 من التصورات المغلوطة الشائعة عن اشكالهم في العالم البشري بتاعكم. قال لي: بيعتقد الانسان ان الجن هو كائن قبيح مرعب، وش مفزع، عنده ديل كالحيوانات وقرون وحاجات كتير بالشكل ده، وده كله كلام ليس له اساس من الصحة، كل ده من وهم الانس. قلت له: طب ما ممكن الجن نفسه يكون هو اللي مسؤول عن الوهم ده او ده التصور اللي دخل في اذهان البشر. قال لي: ازاي؟ قلت له: علشان يتشكل الشيطان في صورة مفزعة او قبيحة لانسان عشان يخوفه او لهدف معين، والكلام لما بيتنقل دي الصورة اللي بتتاخد عليه. قال لي: ممكن، لكن البشر بيلغوا شوية في أي تحال في تصوراتهم لينا،
وكتير جدا كمان بيكذبوا لما يقولوا ان الشيطان مسخ سيء الشكل بعكس الجن المسلم اللي ربنا بيحسن هيئته. قلت له طب على كده خلينا بقى نصحح الافكار والصور اللي في دماغنا، ايه شكلك الحقيقي اللي ربنا خلقك عليه؟ قال لي الاشكال بتاعتنا اللي ربنا خلقها علينا ما تختلفش كتير عن شكل الانسان ما عدا بعض الفروق والاختلافات. الراس عندنا اكبر شويه بالنسبه لاجسادنا عن الراس بالنسبه لكم، عيوننا طويله بشكل طولي مش عريضه زي عندكم، وفي مننا اللي عيونه طويله بانحراف بيسير الى جهه الجبهه تماما قريبه الشبه من عيون اغلب اليابانيين او الصينيين عندكم، مع ملاحظة ان عيوننا مش ضيقة زي بعض عيون البشر انما في العادة هي كبيرة وواسعة زي عيون الغزال ولكن بشكل طولي. قلت له طيب في شيء بيتقال دايما ان انتوا عيونكم لونها احمر على طول، الكلام ده صح؟ قال لي مش دايما، في دايما مننا عيون كتير ملونة زي عيون البشر، وسواد العين عندنا مش كامل الاستدارة زي ما هو موجود في عيونكم لكنه بيميل للشكل البيضاوي اكتر، واللون الاحمر اللي انتوا بتقولوا ان هو عندنا في كل عيوننا ده ناتج عن بعض الاشعاعات الخفيفة اللي بتنور في عينينا، وهي اشعاعات بتميل دايما للون الاحمر وهي غير مخيفة للي يتعود عليها، بالعكس ده هيشوف فيها انها جميلة وان هي بتلمع زي النجوم. اما الودان فهي شبيهة اكتر لودان الحصان، عشان كده المسلم مننا لو حصل وحب انه يتشكل فاحب الاشكال اليه هي القط والخيل والأسود. مناخيرنا هي في وسط وشوشنا تماما زي الإنس، وبتميل إنها بتكون مكورة شوية كبعض أنوف الفلبينيين والفلبينيات. الجني المسلم بيربي لحيته تقيدا بهدى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لا يطلقها أو اللي مش بيطلعها في وشه بنقول على وشه إن وشه خراب. شعر الرأس عندنا كثيف جدا وغزير جدا وكذلك طويل جدا جدا في إناث الجن، وخفيف بالنسبة للرجالة اللي بيكتر عندهم الصلع بنسبة كبيرة. قلت له طب وبالنسبة لإيديكم ورجلكم؟ قال لي إيدينا زي إيديكم ما تختلفش كتير، لكنها بتختلف من ناحية طول الدراع وطول الضوافر، فدراعاتنا طويلة بالنسبة لأجسامنا وكذلك الضوافر بتاعتنا طويلة لأن أصابعنا نفسها طويلة. أما أقدامنا نفسها فهي مفلطحة من ناحية ومدببة الأصابع. قلت له طيب بالنسبة للعظم ليكم هيكل عظمي وقلب وجهاز تنفسي وجهاز هضمي؟ قال لي بالظبط زيكم، إلا إن هيكلنا العظمي بيتمتع بليونة ومرونة عمرك ما هتتخيلها، وباقي الأجهزة بتعتبر ضئيلة بالنسبة لأجسامنا. جهازنا الهضمي بيهضم أي حاجة بناكلها وبيخرج الفضلات من منافذنا اللي ربنا خلقها لنا زي المنافذ بتاعتكم او المخارج بتاعتكم، ولو كانت فضلاتنا مش جسم كثيف انما هي فضلات بتكون على هيئة البخار الغليظ الشديد. اما البول فهو كذلك بيبقى حاجة زي بخار شديد التدفق لكنه اخف كثافة لدرجة السيولة زي ما هو عندكم يعني. ومن ثم فيه شياطين بتتبول في ودان المسلم اللي مش بيذكر الله عند نومه ولا بيكون عنده النية لأداء فرض الله. اتكلمت أنا وقلت له طيب وليكم أعضاء تناسلية؟ قال لي بالظبط زي البشر لكن بضآلة بالنسبة للبشر ومتناسبة بالنسبة لأجسامنا. الرجالة مننا زيكم بالظبط والإناث مننا زيكم بالظبط في جميع النواحي. قلت له طيب خلينا نرجع للرأس، كان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس بتطلع بين قرون الشيطان وبتغرب عند قرون الشيطان، هو الشيطان او الجن عموما عنده قرون في الحقيقة؟ اتكلم وقال لي ده كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيقول الحقيقة، فلكل جن قرون او ارنان لكن القرون دي ضئيلة الحجم جدا حتى بالنسبة لجسم جن الشيطان. قلت له يعني انت عندك ارنين؟ قال لي اه عندي لكنهم حجمهم صغير جدا ومش طوال زي ما انتوا بترسموهم او بتصوروهم في مخكم. قلت له طب وبالنسبه لقرون ابليس صغيرين ولا كبار؟ قال لي لا كبار جدا بيتناسبوا مع حجمه، فهو قديم قدم البشريه الاولى اما احنا فضعاف الاجسام. قلت له بالنسبه لالوانكم؟ قال لي مختلفه زيكم، فينا الوان مختلفه ولكن الغالبيه مننا
سود البشرة. قلت له طيب وبتلبس هدوم؟ قال لي اه بنلبس هدوم، وهدومنا على فكرة مختلفة وغريبة وكتير وحلوة جدا كمان، والإناث من الجن المسلمات محتشمين منقبات أو محجبة زي اللي عندكم، والرجالة أغلبهم بيميلوا إلى لبس العبايات وبيحبوا اللون الأحمر والأزرق، وقبل كل ده طبعا اللون الأسود. قلت له بالنسبة للسانك؟ قال لي لساني لسان عادي حقيقي ولكنه صغير جدا يتناسب مع بقالة أجسامنا، وبالإيجاز عندنا أجهزة زيكم في كل شيء. كل شيء. قلت له يعني كل شيء زي السنان مش كده؟ قال لي بالظبط، ولكنها بالنسبة لأجسامنا تعتبر طويلة أو كبيرة نوعا ما. قلت له كل ده ومش بنشوفكم كمان؟ قال لي طبيعي ما تشوفوناش، لأن الجسم بأصله الناري الهوائي شفاف، ولو إن ممكن تشوفونا في حالات معينة. قلت له هي ايه بقى الحالات المعينة اللي ممكن نشوفكم فيها؟ قال لي حالة تشكلنا بشكل مجسم مادي، او حالة شرب ماء السحر، او ارادة الجني في ده، يعني لو الجني بنفسه حب يوري لك نفسه، وفي ظروف واحوال لابد من توافرها. قلت له طب وبالنسبة اللي بتلبسوه في رجلكم بتلبسوا ايه؟ بتمشوا حفاة ولا بتلبسوا احذية ونعال زينا؟ قال لي اه بنلبس نعال مصنوعة من ورق البردي، ولكن في فرق بين الجن المسلم والشياطين. الجن المسلم بيلبس نعلين، أما الشيطان بيلبس نعل واحد في رجله الشمال وبيسيب اليمنى بلا نعل. قلت له ورق البردي؟ ورق البردي العادي اللي كان الفراعنة بيستخدموه في الكتابة؟ قال لي أيوه هو بالظبط، نفس الخامة ونفس النوع بتاع الورق، ولكن اللي احنا بنلبسه بيبقى خاضع لنفس الخصائص بتاعت أجسامنا وحياتنا، فمحدش بيشوفه. كيفية رؤية الجن؟ وإيه هو الأصل في كل ده؟ وبعض التفاصيل عن حياة الجن، وإيه هو الفرق بين الجن والشيطان؟ وإيه هي حكومة إبليس؟ كلمت الجن المسلم وقلت له طيب إيه رأيك في مسألة رؤية الجن؟ ممكن لإنسان إنه يشوف جني؟ قال لي عندكم رأي اللي بيقول ان لو شخص قال انه شاف جني ما بتتقبل له شهادة ومش بتترد له شهادة. قلت له اه ده قول الشافعي رضي الله عنه. قال لي بالظبط بالظبط، ربنا سبحانه وتعالى قال ان احنا بنشوفكم وانتم مش بتشوفونا، لكن ده مش بينفي ان احنا ممكن نشوف بعض، لكن ده بيكون معناه ان ده الحاجة الاصلية اللي الكون واللي الطبيعة اتخلقت عليها، بمعنى الطبيعة اتخلقت بان احنا بنشوفكم وانتم مش بتشوفونا، بس ده ما يمنعش ان احنا الاتنين ممكن نشوف بعضنا. الشيء الطبيعي هو ان اجسامنا اللي ربنا خلقنا عليها طبيعتها ان هي ما بتقدرش تظهر لكم، عشان كده احنا عالم ربنا سبحانه وتعالى اراد ان انتوا كبشر ما يشوفوناش الا في حالات خاصة جدا جدا. لكن لو احنا كعالم جن لو صحينا من النوم وحبينا ان احنا نظهر لكم ونوريكم العالم بتاعنا هنعمل كده، ولكن ده هيكون فيه معصية كبيرة لرب العالمين. رديت عليه بسؤال وقلت له طيب وإيه هي الاستثناءات اللي ممكن نشوفكم فيها حسب علمك يعني؟ قال لي زي ما قلت لك قبل كده، حالة التشكل أو في حالة شرب الإنسي لمية مسحورة، أو لو الجني بنفسه أراد ده وتوفر أحوال معينة بتساعده على كده. قلت له ممكن توضح لي أكتر لأن كلامك مش واضح؟ قال لي ماشي. ربنا سبحانه وتعالى منحنا القدرة على التشكل في أي صورة من الصور، زي ما ربنا ذكر في سورة الأنفال من قول الله وإذ زين لهم الشيطان لحد والله شديد العقاب. الآية دي هي دليل على أن إبليس من الجن اللي تشكل في صورة رجل مما أمكن من رؤيته ومخاطبته، بل ووضع يده في يد إنسي تعاهد على التعاون. قلت له طيب بالنسبة للحالة التانية، أنت قلت أنها حالة سحر أو شرب ماء مسحور. قال لي بالظبط بالظبط، هنا ممكن وقتها يشوفنا بكل سهولة، ففي اللي بيبيع نفسه للشيطان فبيحاول عن طريق السحر انه يسيطر على حد من الناس، وهو بالفعل بينجح في حاجة زي دي، بيسقي ضحيته ماء متلو عليه بعض الجمل الشيطانية والتعاويذ الخبيثة، ولما المية دي بتدخل لجسم وبدن الانسان، البدن ده بيكون مغناطيس بيجذب الشياطين للبدن ده، فبتتحول الضحية الانسية لمرمى بلا حارس بيدخل في أجسام الشياطين وبيخرجوا كيفما شاءوا في أي وقت. قلت له وإزاي ممكن للإنسان في حالة زي كده إنه يشوف الجني؟ قال لي ده بيكون بتأثير مية السحر اللي بيمنح بصر الإنسان وإدراكه قوة
فوق قوة تمكنه من رؤيتنا، وده الشيء اللي بيخليه قادر انه يشوفنا ويسمعنا ويتأثر بتأثيرنا عليه. قلت له طيب تمام، بالنسبة لرؤية الجن عند إرادة الجني في ده، هي دي مسألة سهلة عند الجن ان هم يظهروا نفسهم ببساطة؟ قال لي اكيد لا، حتى عند ظهورهم في صورهم الحقيقية بيتعبون جدا في العملية اللي بتخليهم يقدروا يظهروا من العالم اللي هم فيه للعين البشرية بتاعتكم، فضلا طبعا عن الخوف والهلع اللي بيجتاح الشيطان او الجني وقتها. قلت له ثواني، الجني او الشيطان بيكون خايف هو كمان؟ هو مين اللي المفروض يخاف؟ هما بيخافوا من ايه طيب؟ قال لي ان يكون الانسان على علم فيمسك الجني او الشيطان ويقسم عليه باسماء الله العظمى ويتحبس على صورته دي، وبيتمكن الانس منه او يربطه عشان يشوفوا الناس او يلعب بيهم الاطفال الصغيرين كمان. ان احنا نظهر لكم ده شيء بيعتبر زي قطع الطريق او الاعتداء او البلطجة زي اللي بيحصل عندكم، وفي الحالة دي لو امكن اللجوء لامير الجني اللي ظهر لكم ده هيتم عقابه وهيتحاكم بالسجن والضرب. قلت له طيب مش ممكن الجني ده يكون شيطان شرير يعني ما يعملش اي حاجة؟ قال لي هتبقى وقتها الشكوى لله وحده افضل بكتير جدا، والشياطين بتفزع لو ظهرت لحد بيبدأ يلجأ للقرآن الكريم وبيبدأ يلجأ لربنا. عشان كده زي ما قلت لك ان لازم بيتم تحضير ظروف معينة تهيئ الموضوع ده للجن ان هو يظهر، واهم الظروف دي هو البعد عن ذكر الله وعدم الطهارة والمشي في الطرق الخالية والمقابر ليلا وحده بدون رفقة او صحبة، او انه ينام بدون وضوء. ومع كل ده فان الجني او الشيطان اللي بيظهر للانسان بيكون متردد وبيكون بيراجع نفسه 1000 مرة قبل ما يظهر. قلت له طيب لو الانسي كان قوي الايمان وقوي العقيدة في الله وما كانش بيأثر خالص، وبالرغم من كل ده برضه بيظهر له الجني او الشيطان، قال لي ده وقتها بيكون استثناء او شيء شاذ، فالشياطين في الحالة دي بيكون غبي، الشيطان اللي بيظهر ده بيكون غبي جدا وممكن احتمال كبير جدا كمان انه ضيع حياته، او ممكن الجني يكون من الصالحين ويكون الانسي من اولياء الله الصالحين، فبيكون عايز الجني يسأله في حاجة شرعية تبع الدين، خاصة ان علماء الانس في العلوم الاسلامية اكثر فقها وعلما من علماء الجن في الدين. حياة الجن، سألت صاحبي الجن اللي قاعد معايا، قلت له هو إبليس أبو الجن عموما وهو آدم عليه السلام هو أبو البشر؟ قال لي لأ، إبليس من أولاد الجن ومش أبو الجن. قلت له ثواني، إبليس مش أبو الجن؟ أمال مين يبقى أبو الجن؟ قال لي حسب ما وصل للعلم وربنا وحده أعلى وأعلم طبعا، اسمه جان. قلت له إبليس؟ قال لي هو واحد من أولاد الجن، كان محسن في عمله متشبها بالملائكة ثم أساء وتكبر كما هو معروف عندكم. قلت له ده في كتير جدا بيعتقدوا إن إبليس هو أبو الجن. قال لي طيب وإيه الدليل القاطع اللي عندهم أو العلم اللي عندهم اللي بيأكد حاجة زي كده؟ القرآن الكريم ما قالش حاجة زي دي، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما قالش حاجة زي دي، لكن على اي حال هو ابو الشياطين. قلت له هو ايه الفرق بين الجني والشيطان؟ قال لي الشيطان جني ولكن ليس كل جني شيطانا. قلت له لا، ده انت توضح لي بقى كده وتتكلم بالراحة. قال لي الموضوع بسيط، ابليس تزوج من جنية، الجنية دي امنت بيه وبكل افكاره، انجبوا ذرية وهي الذرية اللي بتحمل نسل إبليس بالفعل، وهم دول اللي بيتسموا الشياطين، وهم على صورة وأشكال كتير جدا، أغلبهم والعياذ بالله هو مسخ قبيح أو كلاب، لهم مدن مستعمرات غالبا في الصحاري والجبال وبالجزر النائية وعلى سطح مياه البحر. بعد ما ربنا أنعم عليا بنعمة الإسلام عرفت حاجة أو اتأكدت من حاجة في عالم الجن، وهي إن كل شخص من الجن أو كل جني غير مسلم إبليس بيعتبر هو أبوه والزعيم
والإله كمان لكل الطوائف للجن الغير المسلم، لأن الباقي بيعملوا تحت رايته، وبيقتنع كل فريق من الجن والشياطين إن هما ماشيين في الطريق الصواب، لأن إبليس بيضحك عليهم بأساليب خيالية. قلت له لأ ثواني أنا مش فاهم معلش. قال لي لأ ده سر مقدرش أقوله دلوقتي، مقدرش أقوله لكن ممكن بعد كده أعرفولك. فجيني بصراحة الجني المسلم هو بيقول لي طب أنا هقولك حاجة غريبة شوية. إبليس عنده مملكة ضخمة ووزراء وحكومة وإدارات كبيرة، وعنده مندوبين كبار منهم 5 يجب ان انت تعرفهم وتحذر الناس منهم كمان. الاول اسمه سبر ثاء ب ر، وهو بيأتي من يقع في ورطة او مصيبة او يكون شخص عنده ميت سواء قريب او حد من عياله، فبيوسوس لهم باللطم على الخد واعلان الحرب على الله، وعلاجه ان احنا نقول اعوذ بالله من الشيطان سبر الرجيم وجنده وابنائه. والتاني اسمه داسم دال ألف سين ميم، وده اللي بيبذل جهده لتفريق الأزواج وتكريه كل واحد في الآخر علشان يحصل الطلاق في الآخر، وهو أحب أبناء إبليس عند قلبه في إدارته الكبيرة المتعددة، وده علاجه إن احنا نقول أعوذ بالله من الشيطان داسم الرجيم وجنده وأبنائه. التالت بيسمى بالأعور، وهو مختص وإدارته بتيسير الزنا، وبيطلق أبناؤه يزنون النصف الأسفل من المرأة لو خرجت في الشارع، وكل فضائح الجنس ومصائب الزنا بتأتي عن طريق الإدارة بتاعت الأعور. الرابع اسمه مصوت، وهو مختص وإدارته بشؤون الكذب سواء كذب كبير أو كذب صغير، بل ساعات بيبلغ الجراءة بيه وبأبنائه للتشكل في صورة راجل وبيجلس في مجلس او الناس هيكونوا قاعدين فيه، وبيبدا يكذب ويرمي اشاعه هنا ويرمي كذبه هنا، ويبدا الناس يرددوا الاشاعات والكذب من غير ما يحسوا. الخامس اسمه زلمبور، ده شيطان بيشرف على الاسواق وفي كل انحاء العالم هو وابنائه، وهم اصحاب الغش والعراك والشجار والشتائم والتقاتل في الاسواق. انا ممكن كمان اقولك عشرات الالاف من الاسماء، ولكن ده مش مهم، هو المهم الاستعاذة بالله منهم ومن شرورهم. قلت له هو الخمس دول لسه عايشين؟ قال لي بالظبط لسه عايشين، الجن مغمر واغلبنا بيعيش مئات السنوات، في مننا اللي بيعيش الاف السنين. قلت له بدهشة الاف السنين؟ قال لي الاف السنين، في مننا اللي بيعيش 4 و5 أو 7 آلاف سنة، لكن من الشياطين هو معمر زي إبليس، معمر منذ القدم، والخمسة دول برضو من أبناء إبليس لسه عايشين. قلت له أنت عندك كم سنة؟ سكت شوية وقتها وفضل يبص لي كأنه بيحاول يبص جوه أعماقي، كأنه بيحاول يقرأ حاجة فيا. فسألته تاني، قلت له هو أنت يعني عندك كم سنة؟ قال لي اقسم بالله ان انت ما تضرنيش. انا وقتها استغربت يعني غيرت قعدتي وبصيت له قلت له واضرك ليه؟ اقسم بالله. قال لا اضرك، انا مش هضرك. قال لي لان انا لسه صغير في السن، انا اعتبر بمقياس الانس زي اللي عنده 15 سنة مثلا او 17 سنة. قلت له لا انا مش عايز بمقياس الانس، انا عايز سنك الحقيقي بمقياس الجن. قال لي انا عندي 180 سنة، ده بمقياس الجن بيعتبر ان انا لسه شاب او صبي. قلت له طيب وابوك لسه عايش؟ قال لي لا، اهلك في معركة وشجار كبير نشب بينه وبين ساعده الايمن، وكان اسمه هود، وموته كان عن 1000 سنة الى 50. اما جدي الكبير فكان بيسترق السمع فتبعه شهاب ثاقب اهلكه، ومات عن عمر يناهز 1000 السنين. قلت له ده تعرف عمره بالتحديد؟ قال لي لا، لكنه كان من المعمرين الكبار.